إذا على بركة الله مشاهدينا نوفياء مشاهدين شوف تي في، فيلم مكتوب مرحبا بكم معنا داخل وخارج أرض الوطن في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. مؤخرا يعني عبر الإنترنت، قبل ذلك يعني بسنوات كان ما يسمى التسويق الهرمي. هذا التسويق هذا اللي مشاو الضحيه ديالو عبر الانترنت، يعني الشبكه العنكبوتيه، مشاو الضحايا ديالو العديد من المواطنين المغاربه. فقنا مره اخرى على واحد التطبيق اللي هو تطبيق الاصل ديالو هندي، مشى لامريكا اللاتينيه، نصب على الناس ملي الوقت اللي حصلوا اماليه هربوا من تما، جاوا لمناطق اخرى، احدى المناطق في اوروبا، من تما جاو للمغرب. هنايا ملي جاو للمغرب لقاو واحد ارض خصبه كما كنقولوا، لقاو ارض خصبه، استغلوا الوضع الاجتماعي ديال العديد من المواطنين المغاربه بدعوه تطوير المدخول الفردي. انسان اي واحد اي واحد كيف ما قلنا من حقه انه يطور القدرات الماليه ديالو، اي واحد. ففي هذا الاطار هذا هاد الناس دخلوا من هذا الجانب هذا على اساس انه كتعطي واحد المبلغ مالي اللي كيبدا واش من 1000 درهم. هذا هو اللي غادي نسمعوه مع احد المواطنين اللي كاد انه يوقع ضحيه ديال هاد التطبيق هذا، واللي عنده معطيات كثيره حول هذا الملف، حول التطبيق هذا، وحول هذه العمليه ديال النصب اللي تعرضوا لها العديد من المواطنين المغاربه. كما قلت هاد التطبيق خلى يعني كما كان واحد المثل قال لك شكون كيقضي على الطماع كذاب. انسان من حقه انه يطمع انه يطور كما قلنا الحياه ديالو، ولكن الناس استغلوا هذا المعطى هذا فجابوا هذا التطبيق هذا، جمعوا ملايير. ملي كنقول لكم راه تقريبا واحد 30 مليون دولار، تخيلوا معايا هذا المبلغ المالي 30 مليون دولار تم النصب فيها على المواطنين المغاربه. وحاليا هذا التطبيق راه بات مصبح، العديد من التفاصيل، العديد من الامور، معطيات اللي باقي ما نسبقوش الاحداث، لانه اكيد كاينه تحقيقات في هذه المساله هذه. فغادي تبقاو معنا نسمعوا هذا المواطن اشنو غادي يقول لنا على هذا التطبيق اللي مشاو ضحايا ديالو العديد من الناس، واللي كان يكون من جملتهم هذا الشاب المغربي. اذا ما تمشوش بعيد، وكنتمنى منكم بارطاج لانه العديد من الناس باش ينتبهوا لهذه المساله ديال هذا التسويق عبر الانترنت، فهو سيف ذو حدين، واكيد دائما كيخرجوا لنا ضحايا ديال هذه التطبيقات هذه. اذا بقوا معي مشاهدينا الاوفياء. عليكم السلام خويا. خويا العزيز، يعني جينا عندك بحكم انه سمعنا بانه حتى انت ما عندك فكره على التطبيق، ربما عندك درايه به بشكل كبير بزاف، بغينا نعرفوا شنو اللي وقع. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، تنبغي نشكر هذا الاذاعه، هذا القناه الالكترونيه شوف تي في على التحقيق في هذا الموضوع اللي هو يا سلبي، اللي هذا الموضوع هذا اللي دار ضجه كبيره بين المواطنين المغاربه. لانني انا كانوا ديما تيجوا بحال هكا شي اصدقاء عندي تيقولوا لي فلان دخل معنا في لابليكاسيون راه خدامه وزوينه، ولكن هذا الشيء هذا خويا مصطفى، هذا الشيء هذا في شهر واحد، في شهر واحد كان بادي التطبيق، ربما تيقولوا الدراري وقيلا من شهر 11 ديال ذاك العام. هذا التطبيق هذا هو سميتو السعر. هذا التطبيق هذا هو بادي وقيلا تيقولوا الدراري، حيت ديما تيجيو لعندي وتيجيو عندي يقولوا لي ادخل من شهر 11 و 12 و 1 شهر 1 تيجيو عندي تيقولوا لي ادخل، وانا لا ما بغيتش ندخل في هذا التطبيق هذا. وهذا التطبيق هذا كيفاش كيخدم؟ تيخدم بواحد الطريقه خياليه، يعني تيطمعك واحد التطميعه اللي غادي تقول صافي هنا غادي ندير. ولكن الناس اللي خدموا من شهر واحد اللي دخلوا بواحد المبالغ
تم استرجاعها، خداوها، كانت لابليكاسيون خدامه مزيان، كانت كتخلص كتدخل. كيفاش كتخدم؟ تيقولوا لك مثلا خص شي واحد يانفيتيك من دوك الناس اللي داخلين للتطبيق لابليكاسيون. ملي تي انفيتيك شي واحد مثلا انفيتاك بواحد المبلغ ديال 1000 درهم، هذاك المبلغ تيعطي لابليكاسيون كتعطيك منه 20 دولار، 1000 دولار دخلتي ب 100 دولار تيعطوك منه 20 دولار في الضربه الاولى، تيعطوك 20 دولار. وتا داك السيد اللي انفيتاك حتى هو اللي عطاك لانفيتاسيون حتى هو كياخذ 20 دولار، هذه في 100 دولار. اما في 200 دولار تيعطيو للسيد اللي عطاك لانفيتاسيون 400 درهم او 500 درهم، يعني 50 دولار، وتا انت كيعطوك نفس الثمن. وكتبدا خدام عبر طريقه، بواحد الطريقه ديال النقر. هاد الطريقه هادي ديال النقر اخوتي المغاربه كانت 14 نقره. انا تنشوف الدراري كيفاش كانوا تيخدموا هادو، كنت كنتلاقى معاهم فهمتيني، غير مجرد اصدقاء عن بعد فهمتي، ولكن ما تيحبونا وتعشقونا. تيقول لك انت الا بغيتي تطور المدخول ديالك وتطور راسك شويه، تزيد لقدام شويه، دخل معانا. وانا ما كذبش عليكم اخوتي المغاربه، عندي واحد الدماغ شويه تيقول هذا الشيء راه مستحيل، كيفاش ما يمكنش تعطي واحد المبلغ وتدخل تخدم عليه باش بالنقر؟ تخدم بالنقره الاولى مثلا الا كنتي عاطي واحد 500 دولار، كنتي داخل ب 5000 درهم، هذيك 5000 درهم تيعطوك منها انت 1000 درهم، وهذاك اللي دخلك 1000 درهم، كتدخل كدير هذيك 14 اللي كتدخل مباشره مع الدخله. تعطيو 1000 درهم كرومبورسيو لك مثلا ديك 5000 درهم 2000 درهم 2000 درهم 1000 ديالك حتى 1000 ديالك 1000 ديالو. ولا دخلتي الا دخل بمليون تعطيو 200 200 دولار 200 دولار، يعني 4000 درهم كتولي ناقصه من 6000 درهم. ولا دخلتي بجوج المليون تعطيو 5000 درهم، وانت 5000 درهم هي هذيك بحال داخل بمليون. وكتبدا خدام بهذيك عمليه النقر، كتبدا خدام من فوت تبدا خدام. انا شفت الدراري كيفاش يخدموا، دراري الشم كتعطى واحد الطابلو بانك انت راه تيقولوا لك راه بفلوسك باش تثق فيهم، تيقول لك راه بفلوسك شرينا هاد البرودوي هذا وغادي نربحوا فيه حنا قدا وقدا، راه من شركه ديال امازون كيدعوا بحال انهم خدامين مع امازون، راه غادي بفلوسك شرينا هاد البرودوي هذا، واش حال نربحوا فيه حنا واش حال تربح فيه انت. كتورك على ديك النقره الثانيه كيدوز لك داك الدولار ديالك، داك العدد ديال الدولار، قد ما كنتي حاط فلوس كثيره قد ما تتكون. كاينين تنعرف انايا شي دراري بحال هكا في الزنقه كنت تنسمعهم تياخذوا 2500 درهم في النهار اخويا. هادو طلعوا هادو عاودوا لي الدراري كانوا غامروا بواحد البرودوي شراوه ب 5000 درهم. هذاك البرودوي ملي كتشري ب 5000 درهم مثلا، شريتي من عندهم ثلاجه تيقول لك الا صبرتي عليها 3 شهور غتولي لك 12 مليون. وفعلا نيت هادشي في الاول، ولكن ما تيعطوكش فلوس كامله، ما تيعطوكش فلوس كامله، تيقولوا لك انت هادي راه تدخل هاي 12 مليون غتخرج منها ثلاثه، كنتي ب 5000 درهم نطلعوك ل 8 المليون، غتولي تاخذ 16000 ريال في النهار، يعني 80 دولار في النهار، و 80 دولار الا خليتها ما كتخرج كتوصل حتى ل 250 دولار في النهار، حتى 260 دولار في النهار. وكانوا الدراري تيخرجوا الفلوس، كانوا خدامين الله يعاونو. فإذا بهم فجأة نقولك علاش دابا عرفتي شنو؟ عرفتي ملي كيبغي شي واحد كيكون نصاب شنو كيدير لك؟ يعني تا هذاك اللي داخل، انت اللي داخل وشفتي الفلوس، تا انت انا مطمعك ما غاديش الفلوس، تيقول لك غتبقى معانا في 8 المليون ونبقاو نخلصوك، ما تخرجهاش، تخرج منها ثلاثه. ملي كتخرج ثلاثه كيبقاو يصيفطوا لك واحد اللعيبه تيقول لك انت شوف الا عطيتي 3 المليون في هذا البرودوي هذا غدوز 150 يوم اعطوك 54 مليون. اش كتسمع انت يا هو انا خديت الاول كتعاود في الثاني، اذا انت في يديهم. قلت لك راه هذه هما دابا هما هذا الشيء راه دايرين عليه دراسه، هذه الاولى. ثاني حاجه نعطيك مثلا شي دابا الا بغيتي انا نصب عليك مثلا، دابا انت بغيت نصب عليك عندك مثلا واحد قطعه ارضيه او مثلا عندك واحد 10 ديال المليون، وانا نيتي بغيت نصب عليك راه كنخسر عليك مليون فرانك، كنفرش لك باش نعريك، كتمشي معايا وكنكسيك وكتسافر معايا
اش كتبغي تقول؟ واد الانسان طيب هذا الانسان الله عمره باش تيق هذا تمي نعطيه ليه كاين فهمتي اذا تقدر ديك اللحظه الا جيتك انا على 10 المليون ديالك حتى غنعطيها ليه بحال هكا هادي دار شي كيديروا بنادم تيسحروه كيبقاو لك هكا هكا هما كيشنو الضربه الصحيحه هي اللي يديو لك العمليه ملي لانهم اخويا كون كشتي كون بقاو كون بقاو حتى لهذا الوقت هذا كانوا غيخلصوا مبالغ كثيره لان الناس كانوا شارين البرودويات كانوا تايقين فيهم في الاول كانوا الناس تيهضروا عليها في المواقع ديال التواصل الاجتماعي دخلوا المواقع ديال التواصل الاجتماعي تسمعوا بان الناس كانوا تيقولوا هاد المنصه راه بقره موثوقه السعيره تيقولوا لها السعيره شي تيقول لها السعيره شي تيقول لها السره حنا ولاد البلاد تنعرفوا ننطقوا بالهضره كما هي ما تنطقوش بديك الهضره الاخرى فهمتيني اخويا زوين بسمينا سا كله شنو مسمى حنا تنقولوا السعر واخا انا ما عمرني ما دخلت ليها علاش كنت عارفه من الصابة انا كنت كنشوف دراري فهمتيني كيقولوا لي اجي دخل وهذيك كذا فهمتي كل واحد حيت تيعرفوني الناس وتيبغوني بحكم التجربه وكذا انا كنت انا تنريح مع ناس اصدقاء ديولي اللي هما ذو خبره وتجربه عاليه فهمتيني في هذا الميدان ديال الانترنت عرفت ما باش شي واحد مسكين جاتو شي صدمه مشى ليه مبلغ انا اخوتي المغاربه والله ما نكذب عليكم الا شفت عيالات سخفوا وشفت دراري بكاو كاين اللي مسلف هذيك ال 200 الف فرانك مسلفه تنعرف واحد الدري وقفت في الشوق سولت وقلت ليه ما كنت كتبكي قال لي العمليه ديال با قال لي فلوس العمليه ديال با قال لي عطيتها دابا اربع ايام قال لي هي مشات قلت ليه لك الله ولد الناس قلت لك الله قلت لي انت مسخوط انت علاش قربتي للفلوس ديال باك واه عمليه با عنده عمليه وسمع بان هاد اللعيبه فيها الفلوس غامر ب 500 غنبلغ غنبلغ مهم اخويا 5000 درهم 5000 درهم قلت ليه مالك لقيتو تيبكي في واحد الحاله لا يرتاح ربما باغي يزيد يطورها ربما ماشي شوف هو مسكين فهمتي هو العقليه ديالو قالت ليه كوكين ما قالتش ليه راه شي مره راه يضربك الضو راه يقدر يضربك الضو فهمتي بزاف ديال الناس شفتهم بزاف ديال الحالات شفتهم واقعين لهم شي حوايج راه الله يستر بهاد اللعيبه هادي ومشاو لهم فلوسهم وتا واحد ما دال شي واحد فلوسه لابليكاسيون ولا زعما كي حاولت عقلي حاول فهمتي ما حيت بانت لي حاجه تافهه فهمتي مازال كون كانت شي حاجه اللي هي قانونيه ورسميه في البلاد فهمتي وعندنا مع الناس اللي غادي نتبعوهم في المحاكم فهمتي عندنا الناس اللي غادي نشوفوا كيفاش شي وثائق اللي فهمتي اللي غنوقفوا عليهم امام المحكمه وغنهضروا على الحقوق ديالنا ها هو دابا ما كاين لا مع من تهضر لا مع من تسول لا حول ولا قوه الا بالله ما كاينش يعني شحال ديال الضحايا تقريبا كتعرفهم انت مثلا شحال ديال الضحايا هو واحد العدد بلا حساب واحد العدد عدد كثير كاين اللي واخد فلوسه يعني مبلغ ما نكذبوش لا مين مثلا اكبر مبلغ واصغر مبلغ اسمع ما نكذبوش راه الاولين اللي كانوا داخلين الاولين هذوك ماشي نقولوا مريقلين هذوك تزقلوا المهم بحال ما شدتش فيهم النشبه هذوك خداو بحال داك المبلغ اللي دفع خداو غير اللي طريط في داك البرودوي الا شرا البرودوي راه دبر عليه راه ما يربح والو اما الا كانت خدم داك العدد ديال النقرات وفرا الشهر حيت الا ديباسيتي 40 يوم كطلع الفي بخر شوف تريكيله عاوتاني مثلا التريكيله شناهي تيقولوا لك تخدم 30 يوم ترجع فلوسك ولكن الا وصلت 40 يوم وما خرجتيش فلوسك كنتي ب 2000 درهم كطلع 5000 درهم مباشره كتخدم على 8 دولار هذيك هي الخطه باش انت فلوسك ديما تقول طامع كتقول راه غنخليها تغلاط شحال واحد خلاها غلاطت وغلطوها معاه في الاخر غلاط ولا غلط تنعرف انا شي دراري عندهم اذكياء فهمتي ما تيقينش في هذه اللعبه واخا كانوا داخلين كان توصل الشهر تيخرجها تيقول لك انا ما نخلي لهم حتى شي دولار تمعي حقو هذاك فهمتي ريسك بواحد اللعيبه راه تيخرج ولكن دابا تصور واش عقلتي شحال من العمل كانوا تيعطيو الناس دولار قانوني دولار قانوني ماشي داكشي اللي بلعب وقعات على الانترنت شحال قلت تقريبا هما كانوا حاطين في الاول شي 6 المليار حاطينها نسبه هاد 6 المليار شكون اللي خدا هو الاولين هي باش جابوا التاليين هذيك 6 المليار جاب 30 جابت ليهم انا راه سمعت غير هنا وهنا راه دار وحده راه 30 مليون اصاحبي
عائله وحده، عائله وحده 30 مليون 30 مليون اه دات عليهم لابليكاسيون. لا حول ولا قوه. شارين البرودويات. لا حول ولا قوه. سمعت شي في المجموعه شي 70 مليون الدراري شارين البرودويات، كانوا شارين برودويات من عندهم. شنو هي رسالتك للشباب اللي باقي كيدخلوا باقي كيتيقوا في هذه المواقع؟ الرساله ديالي للشباب عندي خبره وتجربه في هذا الميدان هذا، انا ما نثقش انا في هذا الشيء هذا، ما نشريش حتى من الانترنت فهمتي، ما نشريش حتى من الانترنت، ما نشريش انا هذه التجربه ديالي والنظريه ديالي، اما كل واحد شغلو هذاك اللي بغى شي حاجه الله يعاونه، اللي تبيع شي حاجه الله يستر ليه، الله يجيب التيسير للجميع. حنا ما تنستهدفو حد، ما تنظلمو حد، ما والو، انا هذا رايي الشخصي ديالي احترم الناس اللي خصك الا بغيتي تمشي شي حاجه كون متاكد منها، تاكد منها بانها راه قانونيه وعندك فين تعض، حتى لا عطيتي فلوسك راه فلوس هذيك اخويا راه ما ساهلاش، راه فلوسها ما تجيش ساهله، راه الا الفلوس، الفلوس ما عليهاش الهضره، خصك تخمم تعرف شنو كدير، بغيت تحط فلوسك عارف فين تحطها، راه ماشي بالسهل ان الانسان تيضرب تمارة على الفلوس وتجي واحد اللعيبه ديها لك فابور. اسمح لي، لا لا ما يمكنش، لا ما تيتقبلش العقل، اللي الانسان اللي عنده عقل حي ما تيتقبلش. يعني بارده بارده واخا خويا. اذا مشاهدينا الاوفياء، مشاهدين شوف تي في، هذه كانت اكبر عمليه نصب عبر الانترنت او ما يسمى التسويق الهرمي، وسبق العديد من المناسبات انه وقعت نفس العمليه غير هي بطريقه مغايره. هاد الناس كيطوروا الاساليب ديال النصب ديالهم، كيبحثوا على ضحايا جدد، للاسف الشديد انهم كيستغلوا مواطنين اخرين، كيولوا كيشتغلوا معهم يعني عن غير قصد. يعني علاش الانسان مثلا باغي يطور كما كنقولوا الامكانيات الماديه ديالو، الله يحسن العوان، هاد الناس كيستغلوا هاد المساله هادي، كيدفعوا بهذوك الناس باش كيجيبوا لهم ضحايا اخرين. هذا ما كاينينش بانه هذوك الناس كنقولوا حنا بانهم راه تاهما معاهم، ولكن بطريقه غير مباشره كيولي، حيت القانون يحمي المغفلين، كيولي هذاك الشخص حتى هو مساءل امام القانون، لانه كيكون هو اللي جاب هذوك الناس وكيتسمى عرضهم للنصب، في حين انه حتى هو ضحيه من الضحايا. اذا هنا السؤال اللي غادي نطرحوه، واش هاد التطبيقات ملي كتجي واش كدار عليهم شي مراقبه او ما كدارش؟ هذا هو السؤال اللي غادي نسولوه. يعني حنا كنعرفوا بانه ما شاء الله، اللهم بارك، الامن في البلاد ديالنا، وكما كنقولوا يعني الناس مسؤولين ما كيتركوا لا شارده ولا وارده. والمغرب ما شاء الله، المغرب معروف يعني المعلومات الاستخباراتيه ديالو كيجبدها كما كنقولوا في ما كانت. هذا هو السؤال، واش هاد التطبيقات ملي كتدخل وكيتم الترويج ديالها، راه كنقولوا هذه تقريبا راه شحال تقريبا كتروج هذه المساله هذه؟ تيقولوا الدراري من شهر واحد، من شهر واحد يعني شهر واحد ديال ذاك العام، المهم من شهر واحد يعني تقريبا معروف بالنباهه البوليسيه. واخا بلاتي خليني معاك، يعني هنا كنتكلموا على الاقل واحد السنه، واش هاد السنه هاد التطبيق يروج في المغرب ويتم استقطاب ضحايا؟ هنا السؤال، واش هاد الناس ما كتمش المراقبه ديالهم مثلا، او لا يتم القبض عليهم متلبسين كما كنقولوا قبل ما يوقعوا ضحايا في هذه عمليه النصب؟ هذا من جهه. من جهه اخرى كنقولوا للمواطنين، هاد المساله ديال انك الاغتناء عن طريق الانترنت، فانا بالنسبه ليا كيف ما قال هو تكلم على نفسه، انا غنتكلم على نفسي. الناس ما كتشكيش عاوتاني اخويا، بلاتي انا كنقول لك دابا، انا هو انت تكلمتي على نفسك، انا غنتكلم على نفسي. انا بالنسبه ليا ما كنثقش في هذا الشيء، انا ولو يقولوا ليا، وربما انت حضرتي شحال مره تعرضات عليا هذه المساله كاين وسمعتيش كش كنقول عليها، ما كنثقش شي، انا ولو يقول ليا غتربح مناقشه في الكواليس. ايه قلتها لك، قلت لك واخا يعطيني بنادم، واخا يعطيني بنادم 20000 درهم يقول لي هذه غتربح اليوم، غتعطي 1000 درهم وفي العشيه غتربح 20000 درهم، ما غنثقش فيه. علاش؟ راه ما يمكنش غتقول لي اشنو الربح ديالك انت اللي غتجيب واحد المبلغ مالي مقابل حقه غادي نقر 14 نقره او 7 نقرات على واحد المنتوج معين، وفي العشيه غتخرج لي واحد البورسونتاج ديالي، واحد النسبه مئويه ديالي انا، وغتجمع عليا في الشهر او 40 يوم وفي الاخر ولا حتى 3 نقرات في الاخر ولا 3 باش يستقطبوا اكبر عدد. اسمعني، راه هي هذه كانت 14 ولات 7 شو ولات 3،
اذا هنا هذه رساله للمواطنين، الله يجزيكم بخير. راه قالك كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لست بالخب ولا الخب يخدعوني، يعني انا ماشي طولانطي وما غاديش واحد يطولانط عليا. ولا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، انسان دارت لك الاولى الثانيه الثالثه كتسمع الناس اش وقع لهم وما تبقاش تيق، وهو خا يجيك خوك، شي خوك عايش معاك في الدار، خوك عايش معاك في الدار، هو راه بحسن النيه، هذاك خوك بحسن النيه، هو قنعو شي واحد اولا شاف شي طريقه اللي قنعاتو حتى هو كيولي قنع فيك. اذا كنقول لك واخا يكون خوك ما باقيش تيق في هذه المساله ديال التسويق الهرمي او الرباح عبر الانترنت، لان فلوس هذيك شنا العديد ديال الضحايا وكيمشيو يعني كاين اللي مسكين كتوقع عليه سكته قلبيه، كاين اللي 8 مليون. مرحبا. اذا كما قلت كنتمنى ان هذه الرساله تكون وصلت والمواطنين ينتبهوا بشكل كبير للانترنت، راه كما كنقولوا الانترنت راه سيف ذو حدين، راه فيه المنفعه اللي هي المعلومه كما كنقولوا، العديد من الامور كيقربها لك، ولكن حذاري 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 من النصب عبر الانترنت، وراه ما تلوم الا راسك، راه القانون لا يحمي المغفلين. وهذا ما كيعنيش بانه كنتمنوا تكون واحد الرقابه شديده، وحتى المواطنين حتى هما راه كيتلاموا. علاش؟ لانه ملي كيبان لك واحد التطبيق اولا كتسمع واحد العمليه كتروج، راه خاصك تبلغ، كاينه خاصك تبلغ، بلغ وسول، سير عند الامن، استفسر استفسر واحد العمليه كذا وكذا، واش في اخباركم؟ عادي عادي، واش في اخباركم؟ باش الامن يدخل على الخط ويعرف هادو راه مجرد مجموعه ديال النصابين كيجيو نصبوا على البلدان. ما عرفتيش جا قال لك شي حاجه مثلا وما عرفتيش، سير عند رجل امن قول له خويا اشرح لي هادي الناس راه باغيين ينصبوا عليا. اكيد يشرح لك يقول لك اشنو. اكيد اذا حتى هنا غادي نهاد المباشر، على امل لقاء بكم في فيديو مباشر اخر. نتمنى انه هذا النقاش اللي تكلمنا فيه، والعمليه راه باقا طويله، باقي تحقيقات، باقي العديد من الامور، باقي لمعرفه كل المتورطين في هذه العمليه هذه عن قصد، اقول عن قصد، وليس الناس اللي مشاو تما ضحايا، كنتكلموا على الناس اللي عارفين بانه هذا عمليه نصب وشاركوا فيها، واكيد التحقيقات غادي تبين شكون الظالم وشكون المظلوم. حتى هنا غادي نهاد المباشر، على امل لقاء بكم في مباشر اخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء.